يستمر معبر رفح في فتح أبوابه من الجانب المصري لدخول المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة متجها من أمامه إلى معبر كرم أبو سالم، إلا أن أي من المساعدات لم تدخل اليوم نظرا لأن السبت عطلة رسمية في الجانب الآخر الخاص بقوات الاحتلال. كانت قوات الاحتلال قد عرقلت أيضا بالأمس الجمعة دخول المساعدات بسبب تصاعد الاشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال حول المعبر. ولمزيد من المعلومات يطلعنا عليه الزميل كريم بيبرت مراسل التلفزيون المصري من أمام معبر رفح من الجانب المصري. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، ما زلنا ننقل لكم الصورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية، هذه البوابة التي لم تغلق أبوابها منذ اللحظة الأولى لبدء العدوان الغاشم على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. اليوم هو يوم السبت وهو يوم إجازة رسمية عند قوات الاحتلال، لذلك تمنع قوات الاحتلال دخول الشاحنات الإغاثية من معبر كرم أبو سالم. الشاحنات كانت قد تحركت خلال الأيام السابقة بعد توقف دام لعشرين يوما، تحركت بعد ذلك تتحرك بمعدل 200 شاحنة يوميا تدخل من أمام بوابة معبر رفح المصرية متجهة لمعبر كرم أبو سالم بعد اتفاق بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة وتحديدا الأونروا، وتتحرك هذه الشاحنات وتتسلمها الأونروا ليتم توزيعها على الأشقاء في قطاع غزة. ولكن استمرار القصف المستمر على رفح الفلسطينية في أماكن مختلفة وحول المستشفيات واستهداف الأماكن الآمنة التي كانت قد حددتها من قبل أدى إلى صعوبة توزيع هذه المساعدات على الأماكن أو على الأماكن الآمنة أو حتى على المواطنين في الخيام وغيرها من الأماكن في رفح الفلسطينية. الأونروا تحدثت عن نزوح أكثر من مليون مواطن فلسطيني تحركوا من رفح الفلسطينية منذ بداية العملية على رفح الفلسطينية، وأيضا جزء من عرقلة قوات الاحتلال لدخول هذه المساعدات إما بإغلاق يعني المعابر مثل يوم السبت وهو يوم إجازة رسمية هناك في معبر كرم أبو سالم، ولكن هنا في معبر رفح المصرية حتى يوم الجمعة وهو يوم إجازة رسمية إلا أن المعبر يستمر بفتح أبوابه لدخول هذه الشاحنات المختلفة. أيضا سيارات الإسعاف متوقفة أمام بوابة معبر رفح المصرية على أهبة الاستعداد للدخول إلى الناحية الأخرى لنقل الأشقاء المصابين ليتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية، إلا أن قوات الاحتلال تمنع خروج المصابين ليتلقوا العلاج هنا، وهذا جزء أيضا من الإبادة الجماعية التي تحدث بالفعل بحق الشعب الفلسطيني، إلا أن مصر لا تتوقف عن الدعم المستمر إما بدخول ملف المساعدات الإغاثية من المعبر الأهم والأساسي لدخول المساعدات الإغاثية أو حتى المجهودات الدبلوماسية المختلفة للوصول لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار. هذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية، والآن أعود إليكم مرة أخرى.